بصور دلوقتي مسلسل اسمه ألوان الطيف، هو بطولة جماعية 60 حلقة. يعني هو تقريبا اللي خلاني نزلت، يعني انا بقالي سنه كنت قعدت بعد ابن النظام. سلامة قلبك يا دكتور، اتكلم انا سامعاك. مش انا اللي بعت الورد، وبعدين نزلت لانه الورق حلو قوي قوي. اول مره اشوف بطوله جماعيه، يعني مساحات كلها واخده حقها، جدا مختلفه تماما. وفكره الحي الشعبي دي والحاره الشعبيه وتقاليدها الحلوه اللي احنا كنا واخدين عليها زمان، والتجمع ده والماتشنج اللي معمول ما بين الشخصيات عجبني جدا. يعني كنت تقريبا عندي حاله ياس ان اقرا ورق حلو، وسبحان الله يعني من اول ما قريته لقيت نفسي بفر 17 حلقه وعايزه اكمل، يعني من كتر ما هي الحلقات حلوه قوي. فهو طبعا كتابه سيناريو حوار استاذ احمد صبحي واخراج عبد العزيز حشاد وطبعا انتاج ممدوح شاهين.